عايزهم الحقيقه من الامارات طبعا، مع مع الزميل العزيز طبعا الملاعب السابق ونجم نادي الزمالك السابق ومدرب نادي الوحده الاماراتي لحراسه المرمى كابتن عمار معاذ من الامارات. كابتن عمار مساء الخير عليك. صباح الخير من عندي هنا كابتن ابو العيله، ازي حضرتك؟ وسلامي وتحياتي لجميع المشاهدين وجمهورنا الزمالك المشاهدين قناه نادي الزمالك. نورنا وحشتني طبعا كتير. حبيبي عمار، نورنا والله طبعا. انا عارف ان انت كنت في استقبال بعثة الزمالك في المطار. طبعا امس تشرفونا يعني فرقه نادي الزمالك، وكنا في استقبالهم في المطار، وكنا في استقبالهم في مركز تدريب نادي الوحدة في الأكاديمية، وطبعا كنا سعداء جدا ومبسوطين جدا بزيارة نادي الزمالك الحبيب، ويعني لقائنا باللاعبين وبأصدقائنا القدامى طبعا على بالظبط، رأسهم الكابتن معتمد اعتبر جمال وكابتن عبد الواحد وكابتن منصف ورئيس البعثة الأستاذ أحمد خالد والدكتور محمد وكل يعني أحبابنا وإخواتنا القدامى يعني. طب انا عارف تقريبا انت كنت فرقه واحده مع معتمد صح؟ على ما اذكر كنت بتفرج عليكم بقى وانا اصغر شويه منكم. لا، انا اكبر من معتمد. اكبر انا كمان؟ معتمد كان مع وليد وليد، اخويا، كان مع وليد وليد صح، وليد معاذ. معاذ صح. انا كان جيلنا احنا مواليد 70، كان كابتن خالد غندور وكابتن شيني مصطفى ابراهيم، شيشيني اصغر مننا كمان، سنة واحد وسبعين شيشيني سنة وناس. احنا اكبر منهم بسنتين. جيلي انا خالد غندور ومصطفى ابراهيم وسامي ومنتصف الجدي ومحمد ثابت واسلام فتحي وحازم سمير يعني انت عارف احنا كنا الحمد لله يعني اجيال متعاقبه في نادي الزمالك، كانت كلها كفاءات وكانوا لاعبين كبار جدا يعني حتى على مستوى الناشئين. احساسك انت ايه بقى كعمار معاذ ولاعب نادي الزمالك بكره مباراه في دوره وديه وطبعا مع الفريق الوحده الاماراتي، انت مدرب للوحده الاماراتي، مدرب حكم والله يا مصر؟ معتز، والله ابو العيله بمنتهى الامانه احساس صعب جدا يعني. طبعا انت عارف انا يعني من ابن من ابناء نادي الزمالك، وتشرفت ان انا لعبت في نادي الزمالك انا واخواتي، وكنا يعني طول عمرنا عايشين في نادي الزمالك زي ما انت عارف، وتربينا على حب نادي الزمالك وعلى عشق نادي الزمالك، وكنا كمان طبعا انت عارف احنا كنا عايشين جوه النادي يعني، بالظبط. فارتباطنا بالنادي كان كبير جدا على اساس ان احنا يعني حب النادي من ناحيه، وانك انت كمان عايش جوه النادي فعايش كل تفاصيل حياتك كلها داخل النادي وعارف كل شيء، مش بتشجع الكوره او بتلعب في النادي بس علشان كره القدم او بتشجع كره القدم بس، لا انت كمان بتشجع جميع الالعاب الثانيه، ونعرف بعض كويس وعايشين مع بعض كويس على مستوى جميع اللعبات في النادي، على مستوى جميع اللعبات في النادي ومع كل لعيبه في النادي، فكنا اسره واحده تقريبا. فانت ارتباطك بنادي الزمالك ارتباط كبير جدا، و كان يعني بالنسبه لنا فتره مهمه جدا في حياتنا. وبرضه في نفس الوقت انا حاليا مرتبط مع نادي الوحده الاماراتي طبعا من 2007، ويعتبر برضه يعني هو بيتي الثاني والمكان اللي انا عشت فيه برضه اطول فتره بعد ما عشت في الزمالك، وعلى مستوى التدريب وطبعا يعني انتماء كبير جدا برضه نادي الوحده. فانا موقفي صعب شويه زي ما انت سالت، ولكن طبعا هم الناديين بالنسبه لي يعني احسن حاجه يعني عندي في حياتي، كان نادي الزمالك اللي كنت لعبت وتربيت فيه واسمي ارتبط بيه انا واخواتي، وفي نفس الوقت برضه نادي الوحده اللي هو شقيت مستقبلي التدريبي فيه طبعا، فاهمني ازاي؟ طب اكيد عارف طبعا انا مباراة، اكيد طبعا مباراة واستعداد ومباراة قوية وتوقع بحضور جماهيري اكيد، فكنت عايز اعرف سريعا جدا استعداد نادي الوحدة ايه عشان عايز اخد رأيك في سؤال تاني مهم. احنا طبعا بص هو البطوله جايه في توقيت مناسب جدا لجميع الانديه المشاركه في البطوله، سواء نادي الوحده الاماراتي او نادي الزمالك او نادي الاتفاق السعودي او نادي المستقبل القطري، هي فكره جيده جدا طبعا. انت عارف في من ناحيتنا احنا نادي الوحده او نادي الاتفاق او نادي المستقبل بطوله اسيا، يعني الدول الثلاثه سواء قطر او الامارات او السعوديه مشتركه في بطوله امم اسيا، وفي نفس الوقت برضه نادي الزمالك لعبته مشتركه مع المنتخب في بطوله افريقيا، فطبعا البطوله جايه في توقيت ممتاز جدا على اساس ان الاربع فرق يستفادوا بالتوقف دوت ويبداوا يجهزوا نفسهم لاستئناف البطولات المحليه بعد انتهاء الارتباطات الدوليه دي. فطبعا احنا كنادي الوحده يعني عندنا مرحله جديده ان شاء الله باذن الله، على اساس ان بنعد الفرق بتاعتنا مع مدير فني جديد
مستر جوران، لسه يعني النادي متعاقد معاه من قريب تقريبا من اسبوعين، كان مدرب اتحاد سكندري وشايفه السابق حلقة. مستر جوران. لا مستر جوران، لا ده مختلف عن مستر جوران. مستر مش جوران اللي عندنا ده صربي، واشتغل في منتخب الكويت قبل كده، واشتغل في نادي عجمان السنه اللي فاتت، واشتغل في النادي المصري الاماراتي، وده غير مستر جوران الثاني اللي اللي كان هو معانا كان في مصر في اتحاد في. اسكندريه. طيب عايز اخد رايك سريعا كمان يا كابتن عمار عن، طبعا عرفنا اخبار الحمد لله وقف القيد والمجهود الكبير الحقيقه اللي بذله مجلس اداره نادي الزمالك في الملف ده، قول لي رايك ليه ايه، او رفع الايقاف، الايقاف في القيد لنادي طبعا ده الزمالك. خبر مفرح جدا لجمهورنا الزمالك، وانت عارف ان احنا كزملكاويه فجمهورنا الزمالك كان يعني في انتظار ان مجلس الاداره يحل المشكله ديت. انت عارف ان يعني الفرقه محتاجه اكيد تدعيمات، ومحتاجه لعيبه جديده تدخل عشان تدعم المجموعه اللي موجوده وتحقق طموحات الجماهير وطموحات النادي. وطبعا كابتن الخيط ده خبر انا اعتقد ان هو كان من اهم الاخبار او الاهم الامور اللي منتظرها جمهور نادي الزمالك في الفتره اللي فاتت. وطبعا يحسب لمجلس اداره نادي الزمالك الجديد ان هو يعني قدر يحل المشكله دي، وانت عارف ان المجلس جاي برضه في ظروف صعبه جدا وعنده ملفات كتيره جدا، ولكن تعتبر فعل خير اللي هو بدايه فتح الصيد، وان شاء الله باذن الله الامور تتحسن وتبقى في الطريق الافضل باذن الله من الزمن. يا رب ان شاء الله. كابتن عمار طبعا بشكرك شكرا جزيلا، وان شاء الله نشوف مباراه بكره كبيره تليق باسم الفريقين الكبيرين طبعا، نادي الزمالك المصري ونادي الوحده الاماراتي. بشكرك شكرا جزيلا من الامارات العربيه المتحده، مدرب الحراس المرمى كابتن عمار معاذ، بشكرك شكرا جزيلا.